السلام عليكم. غيضحكني هذا النهار هذا. يوم انا وبني جينا بالصفر. مهم بعد اول حاجة مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي شاركوا معايا جدادين كاملين بيهم، وشكرا الدعم ديالكم بزاف، لان تزادوا يعني بزاف المشتركين ما كنتش متوقعاهم، وشكرا بزاف 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 بزاف. واليوم واحد النهار من نوع خاص اللي هو غنعمل تحدي انا وبني. شنو هو هاد التحدي؟ غادي نعطيه 60 ثانية باش غادي نمشيو سوبر مارشي كارفور، غيهوز داكشي اللي خصو في 60 ثانية. طبعا هاد الحال ما عرفش 60 ثانية شنو هي، ما يتحب القرا شي ساعه ما قال 60 دقيقه هي 60 ثانيه. ما بغاش يتعصب. المهم غنعطيه 60 ثانيه باش غادي يهز داكشي اللي خصو ونشوفو واش غيغلبني ولا غنغلبو. صافي ايوا يلاه نمشيو. بغيت نصحح لكم واحد المعلومه، حيتاش ملي قطعت الفيديو تعصب وقال بان علاش كتقول بان انا ما عارفش 60 ثانيه. قال لي 60 ثانيه من 1 حتى 60. انا كنهز وانا كنحسب، صدق مطور عليا ماشي مشكله. المهم ها حنا ماشيين. هذه هابطه ديال كاريفور سوق التو. يلا فينا حتى نمشيو للبلاصه اللي خصو هو عاد ديك الساعه عاد نبداو العداد. الله ما جبتش التليفون ديالك. علاش ماشي دابا باش نصور العداد؟ باش نصور شي حد الوقت حاش واحد التليفون كيصور واخو كنتكيو فيه. لا ماشي دابا. المهم شفت ما حسبوا ديك الساعه 60 ثانيه ما جبناش التليفون اخر باش نصورو باش نصورو الوقت. حنا نشوف البلاصه فين نمشيو. وقال خصو بلاصه ديال اللعاب، قلت له والو اللعاب ممنوع، لعبه وحده ب 1000 درهم. هيختار لي شي، هيختار لي غير 5 د اللعبات صافي. مشات 10000 درهم. لا هنا زوينين هادو، زمن هادو داك اللي كي كتعمل غير داك اللعيبه هادا كتصفي الماء، كتنزل فيها بطاطا ولا شي حاجه كتصفي الماء. مزيونين صراحه ماشي غاليين زعما رخاصين. ها
تبارك الله الناس اللي بغات الثلاجات خويا خادي الدم عن شوفوا بلاصه ديال كيكاس وديكشي اللي غتبدا فيها ايوا ماشي يمشي لي بلاصه ديال اللعاب ويلعب تما 60 ثانيه 60 ثانيه وزيد فيها 60 لعبه يبقى يحسب لي 1 2 3 4 دابا هو كيستنى غير فوقاش يبدا فهمتي قولي فوقاش غنبدا فوقاش غنبدا حسو غير فوقاش يبدا شي مره غنعمل لك التحدي تاكل الماكله هادي كنضحك شي مره نعمل لك التحدي تاكل هاد الماكله هادي نقول لك الا كليتيها نشري لك الساعه اللعبه اللي بغيتي اجي بوس وعندك 60 ثانيه انا ما قلتكش شنو تهز ولا شنو ما تهزش المهم انت نهز وصافي نبدا لا باقي اشوفوا شنو كاين هنايا هادو لي صوص ديك النهار شريت من هنايا خال التفاح أه صالحنا الشعر صراحة واعر والله الا عجبني داك الكارفور رخيص صراحة ماشي غالي عملت به واحد الوصفة للشعر صراحة غزال دابا نعطيكم ديك الوصفة ان شاء الله شوف كيهز لي بالون انا قلت لك اللعاب ما داخلينش في المسابقة عاد شو نجي هادي الكيكاس نجيب اي حاجة الا اللعاب بغيتي شوف بغيتي الجبن بغيتي شوف اي حاجه اي حاجه اي حاجه حتى اللي بغيتي اللي بغيتي فهمتي اي حاجه بالدار واخا يجري معنا غير شنو انا نجري لا السيده يبدا يجري ما جبناش شي كروسه او بعد يمشي يجيبها ما تنك انا جوك انا جوان هنا انا صحابي غايجيب هذيك الكروسه كبيره ساعة جاب صغيرة ماشي مشكلة هناني نيت باش ما يهوش شي حاجة كبيرة والله إلا كنستناه يجيب ديك الكبيرة ساعة جاب هادي الصغيرة مسكين كيقناع شوية كتدبر شنو دابا واش نبداو ولكن خصنا نحسبو الوقت كيفاش غنحسبو الوقت ما عندنا شي حاجة عورتي ما جبتيش التليفون والله إلا كيبان الوقت لا واخا ما يمكنش يبان لك الوقت هنايا هذا فيديو كيبان الوقت لي ما كيبانش الوقت للناس ما عنديش كاش نحسب انا لا انا هنايا غتبان لي حيت انا عامله الكاميرا عامله فيديو كتبان لي 60 ثانيه ولكن ما عرفتش لا تيتوس فيني دابا ها هي كتبان شحال ولكن ما 54 لا كيف توصل لي الدقيقه صافي لا ماشي مشكله دابا يلا بدا لا ما عندهاش دابا بداتي انا عارفه شحال غنحسب المهم يلا شوف انا غندير نحسب ب 60 ثانيه ياك انا غادي نحسب في هذيك غادي نحسب في الفيديو ديالي غتبان لي 60 ثانيه وملي غننزل الفيديو غننزل العداد في فوقي صافي يلا شوف من نقول له 1 2 3 ديك الساعه يبدا ها هو جا الجهه ديال السقاطه بالحقتي عندك الحق تمشي لاي بلاصه زعما اي مطب بغيتي تهز منه غتهز منه فهمتي غير شنو انا جبت البدايه من هنايا وصافي صافي شويه الجهه ديال لي بسكوي يلا دابا غتبدا يلا واحد جوج ثلاثه يلا بدا كيوز لي باكيات ماشي بعدا غير اللي قريبه بعدا انا كتبان لي 60 ثانيه فيها بزاف ما كتبانليش فيها شويه انا كتسحب لي غير شويه هادي وين
ماشي الذكيه ماشي مشكله. ايوا بزاف مشيت غير سقاطه والو والو سوقك خايب مشيت غير سقاطه. اخباركم هو اللي جبروا قدامه كيهزوه والله ما كيشوف داكشي اللي باغي هو. انا بالي خصو غير يدي وسلام دي عينك تمشي لي. لا تبارك الله وصلت على النبي تلوقيلا غير كتهز وصافي. لا صافي كملات كملات كملات. ستوب 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 ستوب. لا وهي هذه وعمرها كامله. الله 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 شتي فوتيها بواحد شويه صراحه ما فوتيهاش بزاف غير بثانيه وحده. هي هذيك انا اصلا بديت الثانيه زايده فهمتي. ما هزيتيش التركية اللي خصك الشيبس اللي خصك شتي حاش انتينا اصلا ما كنتيش كتشوف داكشي اللي خصك انتينا كنتي خصك غير تهز وصافي. انا عارفه خصك غير تهز وصافي. واش نعاودالك ولا حاش بقيتي غير كتهز؟ ولكن خلي داكشي هذاك خليه لا ما غنعاودالك شي صافي بارك عليك. شنو لا تعاودها لا والو. شنو خصك تزيد مجموعة اخرى؟ لا ما كاينش ها واخا ما عرفتش ما نظنش. اش فيك انا شنو عندك تما وري شنو عندك انت ما كنتيش كتقولي. اه هذاك هزيتيه من هذاك قلت لها شتي شتي هو كيهز وصافي والله ما كيشوف شنو كيهز. شي هز وحده اخرى هو غير كيهز والله الا غير كيهز. هذوك مفتوحين شوف شنو بدا ماشي مفتوح. في ماشي ها هما هنايا في ماشي قصدي ها هما فين هما ها هما مشدودين ها هما. لا لا هي مفتوحه هذه مشدوده ها هي مشدوده. يلا صافي ماشي مشكله ماشي مشكله صافي انا ندير لك داكشي هذاك. يلا زيد زيد داك الشيبس زيد الشيبس اللي خصك صافي هذيك غديده غديده. يلا صافي دابا حنا غنشوفوا شنو عندنا هنايا. ولكن واحد الحاجه اللي ما عرفهاش هو وهي شوف ها هو هز داكشي اللي خصو ياك. ولكن واحد الحاجه ما عرفهاش هو بان باش نخلص له هادشي هذا اللي دا غادي ياكل بيتزا بالحار. قابل التحدي ما تصدمتيش شفتك حيت هو ما كياكلش الحار مره ما كيحماش الحار. غتاكل بيتزا بالحار بالحار كامله بالحار باش نخلص لك هادشي هذا. قال لك فيه حلاق بالحلاق غتاكل بيتزا بالحار. هذا التحدي ما عندي بلان. صدمتو مفاجاه عملتالو كيسحابو صافي عيد دي هادشي هذا وصافي. انا عملتلو باش نخلص له هادشي هذا غياكل بيتزا بالحار كامله نعمرها له بالحار. على الله نجبرو عنده بالحار. يلا نمشيو نشوفو شنو كاين. شنو لقيتي شي حاجه؟ انا ما جبرتش الحار ما جبرتش غنمشي نجيب الهريسه. كتحرك لي يدي شوف ما جبرت شي. انا كنت نعمل له غير كنجيب الحار لان شويه اهون. ولكن بما انك كتجيب الحار ما كاينش انا غنمشي نجيب لها ليس. لا كتحرك لي كتحرك لي كامل. وشنو ما تاكل ما تديتها حاجه ما ديش حيت صافي قضيه فيها كلمه ما فيها شي لا هذه ولا هذه. كلمه على على كيتشوف حاول ماشي على الهويزه. لا انا قلت لك الحر تاكل بيتزا حاره ما قلتلكش واش كيتشوف ولا الهويزه. دابا شنو واش نسمح له ولا ما نسمحلوش؟ انا عز عليا ولكن خصني نعمل هذا التحدي. مشكله الا ما قدرتش ياكل ما نقدرش ناكل. انا شنو بدي ما نقدرش ناكل شنو دابا؟ وقال لك يبان لي نسمح له ياك شو مسكين. اصلا كنت انا من هنا فواحد المغصو ديال كارفور ماشي في بيتزا كامله. هذا غير طريف صغير تمن فيه مغصنيش. وكولاتينا جربتينا ونقلاتايا كولاتينا ونقلاتايا ولا ليس بحال بحال كيتشوف حارة. لا اه
بداك ياكل ما دركتش نمشي نجي ما بداك ياكل. المهم صافي عز عليا ما كنمشي ليك وما قدرتش، بدا كيبكي وكيقول لي ما نقدرش ما نقدرش صافي ما قدرتش. وعيط هادشي هادشي اللي عطا الله. وزك الروسه مالك فين مشي فين عاد تمشي؟ واخا مشي قايس هادو عرفتي كيحبو كيمشي قايس ديك 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 شي صغيور صراحة عاد قايس قايس من هادي شتي قايس من كلشي اوالي شتي قايس من كلشي. ما هزيتي والو هو كيهز كثر من عيدة انا عن قايس صراحة صراحة كيعجبني نقايس هاد العيدة قايسك باش نيا واش مزيونة زين شو دي عينك شو توشي بزاف لا حشومة الى حبك صافي دي جي شو قايسة سمشي ندير خيال يلا انا هاد جي جهه الخضره سمشي ندير خيال جهه الخضره راهي لا ابدا باش نقول لكم بان هاد الشيء هذا راه غيتحيد له حيت راه ما نجحش في المسابقه في التحدي ما نجحش لانه ما كلاش الحر يعني هاد الشيء هذا غيتحيد له وابخي ديك الساعه راه يختار جوج حاجات صافي يعني باش ما عز عليا وصافي باش ما يخرجش بيدو خاوي وصافي زادو فيه وعلى زادو فيه شنو زادو كنتو في الثمن ديالو غنزل حيت هو ما بغاش ياكل الهريسه ما بغاش ياكل الحر ما عندي ما نعمل له انا خويت له الكروسه كامله واخا يعز عليكم هادشي هذا هو القانون ديال التحدي ما عندي ما نعمل له انا خويت له الكروسه ما تبقاش تلعب بهذيك بزاف انا خويت له الكروسه ياك ودابا انا تي خسر جوج حاجات من الذوق ديالو هادو غير غير بلي غير انا بغيت وصافي يلا هز جوج حاجات جوج حاجات يلا ما عرفتش شكون انتي اللي كتصور كيعجبك شوف واش كيعجبك الطانغو ولا كيعجبك هذاك واش قلت عاد هز داك اللعيبه هذيك واخا ثلاث الحاجات واخا ثلاثه دابا هذيك سيتو انا كي الثمن ديالها ماشي سديتو يلا يلا دي يلا احتجتينا خاسر ما عندي علاش نسافك سافك الا كنتي غالي واش هي هذيك هي هي واقيلا صح هي هي هذيك هي هذيك هي نفسها هي هذيك اش عندك ما عجبك شي الحال صافي يلا باقي خصنا نديو الحليب ودانون حنايا كملنا التحدي وبحال اللي قلت لكم صافي راه انا اللي غلبت هو خسر والتحدي مره اخرى ان شاء الله باش يتشجع انه يغلب لان ما بغاش يكون حار ما عندي ما نعملو وصافي هادشي اللي كاين حنا نتواجدوا دابا في الصندوق لاكيس هو معصب غنزل
صافي يلا مش. اعملوا اشتراك وضغطوا في الجرس. وضغطوا في الجرس، جرس المدرسة. المهم بحال اللي قال لكم، ما تنساوش تعملوا اشتراك القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، باش هذه المرة هذه تتبعوه وتشوفوا واش غنغلب ولا غنغلبوا هذه المرة هذه ان شاء الله يا ربي الحبيب. وشكرا تبعتوني حتى الاخر. باي 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 باي.